لأول السيزون كلنا بنحلم باليوم اللي احنا نكسب في الدوري، ده هدفنا الوحيد. كنا مضغوطين قوي 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 كلنا، الماتش اللي فات أثرنا جامد، كنا مركزين الماتش ده ما يضيعش مننا. الحمد لله الحمد لله الدوري أهلاوي. طبعا بشكر جماهير النادي الأهلي العظيمة اللي كانت ورانا في الفترة الأخيرة. يمكن جمهور أي نادي تاني ممكن بعد اللي احنا عملناه الماتش اللي فات ينتقدنا، لكن هم كانوا في ظهرنا ووقفوا ورانا، والحمد لله اللي احنا فرحناهم النهارده وكملنا الموسم التاريخي. لا عايز اشكرهم جدا طبعا ان هم ما بخلوش عننا باي حاجه، عايز اشكرهم ان هم اي حاجه الفرقه توفرت. عايز اشكر اداره النشاط الرياضي كابتن رؤوف عبد القادر اللي متواجد النهارده رغم ان كابتن خالد العوضي ده النادي الاهلي. وجود كابتن رؤوف في الملعب النهارده بيقول لك النادي الاهلي يعني ايه. كابتن خالد العوضي هو مدير النشاط، كابتن رؤوف جاي لانه ليه جزء كبير من بنى الفرقه دي. معانا كابتن اشرف توفيق، كابتن سيد مصطفى، كل الناس اللي اشتغلت على مدار الثلاث سنين بنحييهم النهارده. ده مجهود كل الناس، ده مجهود كل الناس اللي اشتغلت ثلاث سنين في بناء الفرقه اللي احنا اتكلمنا من اول يوم ان صعب ان انت توصل لاحتكار البطولات غير لما تمشي مشوار. الحمد لله المشوار ده ما كانش طويل، الحمد لله فزنا بكل البطولات ويعني وشكوا حلو علينا. واهم حاجه النهارده ان جمهور النادي الاهلي ينام هو سعيد. اقول لهم كلكم مبروك، كلنا رجاله، مفيش نجم الفريق، كلنا كنا ابطال، كل موت نفسه لاخر ثانيه لعبنا النهارده عشان خاطر جماهيرنا. الحمد لله موسم تاريخي، قدرنا نكسب كل البطولات اللي شاركنا فيها. بنوعد جمهورنا لسه ما شبعناش، ان شاء الله لسه جه افريقيا وهنعمل كل الجمهور ان شاء الله بيحلم بيه. ان شاء الله جيل تاريخي ولسه مكملين، لسه ما شبعناش، الجاي بتاعنا ان شاء الله. احنا يعني ان شاء الله لسه اكتر، لسه فيه اكتر، مش عارف اتكلم معلش، لسه عندنا اكتر، ولسه بطوله افريقيا وكاس العالم ان شاء الله، وان شاء الله يعني نسيطر على كل البطولات لمده سنين طويله ان شاء الله. النهارده عايز اقول ان انا قلت في اول الموسم ان فاضل اربعه، بعد كده قلت فاضل ثلاثه، بعد كده قلت فاضل اثنين، كده قلت فاضل واحده، خلاص مش هتروح بطوله تاني، مش هقول بقى فاضل كذا وفاضل كذا، خلاص خلصت، مش هتروح بطولة من جوه النادي الأهلي تاني. طبعا ألف مبروك للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي. يعني مش فرحنا، تعبنا كتير والحمد لله ربنا كرمنا في الآخر وقدرنا ناخد بطولة الدوري اللي هي أغلى بطولة في السنة. مبروك لجمهور النادي الأهلي، دي أهم حاجة عايز أتكلم فيها. إحنا زعلناهم السنتين اللي فاتوا وهم كانوا متضايقين مننا، وإحنا كنا واخدين عهد على نفسنا في بداية السيزون ده إن إحنا نعوضهم عن كل اللي حصل، والحمد لله متهيألي ده كرم من ربنا كبير قوي اللي حصل السنة دي. إحنا تعبنا واجتهدنا وربنا عمره ما بيضيع تعب حد. فانا كل البطولات دي والله ولا تفرق معانا، احنا يعني فرحتنا قد ما فرحت جمهور الاهلي دلوقتي في الشوارع وفي الملايين اللي موجوده في البيوت الحمد لله. يعني كابتن محمود الخطيب ده اسطورتنا، ده بعيد عن هو رئيس النادي بتاعنا، ده هو ابونا وبابانا، يعني طبعا احنا بنهديله كل البطولات السنه دي. هو دعمنا وهو بصراحه كان واقف في ظهرنا في كل البطولات، وطبعا هو موجود النهارده وده ادانا دفعه كبيره جدا، ونوعده ان احنا ان شاء الله باذن الله الفترات اللي جايه بطولات اكتر ان شاء الله. الحمد لله، والف الف مبروك لجماهير النادي الاهلي والاعضاء النادي الاهلي والمجلس اداره النادي الاهلي ولينا جميعا، وان شاء الله يبقى في مزيد من البطولات ان شاء الله لكل الفرق. ومبروك للطايره، مبروك للباسكت، ان شاء الله الكره قريب والهاندبول، ان شاء الله ربنا يكرم كده، ان شاء الله يبقى موسم دايما متميز يا رب. فانيلا الحمراء، الفانيلا الحمراء ليها قوتها وليها بارقها، ولوجو النادي الاهلي على الصدر حاجه كبيره وحاجه تقيله. الحمد لله، مبروك لاعبين رجاله على كل المستويات، والف الف مبروك جهاز فني ولاعبين وكلهم يا رب. بص لعيبه رجاله، جهاز فني على اعلى مستوى، يعني الحقيقه زي ما انت قلت الاداره موفره كل حاجه للفرقه، الفرقه تستاهل. واللي يستاهل اكتر من كل دول جمهور النادي الاهلي، فربنا كرمنا النهارده بالطايره وربنا كرمنا بالسله، باذن الله تعالى ربنا يكرمنا بالهاندبول، وباذن الله تعالى ربنا يكرم قبل كده كرمنا بالسوبر الهاندبول الافريقي، وان شاء الله باذن الله يعني اللي جاي احسن وربنا يكرمنا في الكوره ان شاء الله. احنا طول عمرنا اتربينا ان اجيال بتسلم اجيال، الكابتن رؤوف له دور كبير قوي في الانتصارات دي، خالد المهندس خالد العوضي بيكمل هذا المشوار، وباذن الله ربنا يوفقه. خالد العوضي من المكاسب الكبيره اللي النادي الاهلي اكتسبها، ابن من ابناء النادي الاهلي من المخلصين، بيشتغل ليل نهار، وباذن الله تعالى ربنا يكرمنا برضه عشان نسعد جمهورنا، ويبقى دايما الاهلي هو اللي بيسعد جماهيره العربيه والمصريه والجمهور المصري بصفه عامه والاهلاوي بصفه خاصه. الحمد لله ربنا يديم فضله، النهارده انجاز رائع لفريق السله، وان شاء الله من تفوق الى تفوق وتقدم اكتر ان شاء الله. انا بقى سعيد ان انا واحد من جمهور النادي الاهلي، فخر لي ان انا اكون احد جمهور النادي الاهلي قبل ما ابقى عضو مجلس اداره. احنا اتربينا في حب النادي، اتربينا على ان النادي الاهلي هو اسره واحده، مجلس إدارة، إداريين، لاعبين، جمهور، كلنا أسرة واحدة زي ما حضرتك تفضلت وقلت. والدكتور محمد شوقي كان بيقول، الدكتور طبعا محمد شوقي بالنسبة لي هو أخ وعزيز جدا بالنسبة لي وقريب جدا لقلبي، ومن قبل مجلس إدارة من زمان زي ما حضرتك تفضلت وقلت. إحنا أجيال بتسلم أجيال، وكلنا بنفخر بوجودنا مع بعض،
كلنا سعداء بوجودنا مع بعض. التنافس اللي ما بيننا هو تنافس ان احنا ازاي كلنا نقدر نخدم النادي الاهلي، بنحب بعض الحمد لله رب العالمين، وده باين على الفرقه وباين في النتائج. وبحب ابارك لجمهور النادي الاهلي وبارك للاعيبه النادي الاهلي، الجهاز الفني والاداري وزمايلي، ويعني انجاز كبير جدا لفريق الباسكت النهارده، وان شاء الله باذن الله ده بيدينا امل في مزيد القادم ان شاء الله. جيل كلهم لسه لعيبه فيهم صغيرين ولعيبه كبار وكلهم بيكملوا بعض، وان شاء الله باذن الله جمهور النادي الاهلي يفضل يفرح بفرقه الباسكت بتاعته مع جميع الالعاب الثانيه. والنهارده كمان ببارك للطايره، كسبنا بطوله افريقيا وسوبر كره اليد من كام يوم، ان شاء الله باذن الله بطوله افريقيا، فان شاء الله مزيد من الانجازات جاي نفرح بيه جمهور الاهلي. فعلا طبعا فريق نادي الاتحاد السكندري فريق كبير جدا، ويمكن كل البطولات اللي لعبناها السنه دي كانت تقريبا النهايات معاه، فالحمد لله النهارده الجهاز الفني قعد مع اللعيبه، وطبعا رجعنا كل الماتشات اللي فاتت واتفرجنا على نقاط القوه ونقاط الضعف، والحمد لله ان احنا ربنا قدر يكرمنا، وطبعا حفزناهم ان هم لوحدهم كانوا جايين متحفزين. النتيجه كانت في الاول 1-0 وبعد كده 2-1 2-2، فده جيم بطوله يعني جيم كاس ما فيهوش فرصه ثانيه، فهم اللعيبه الحمد لله طبعا رجاله جدا وجم ادوا اللي عليهم واللي كان مطلوب منهم، والحمد لله ربنا كرمنا ووفقنا بالنتيجه. طبعا الحمد لله على المكسب، الله يبارك فيكي، يعني مكسب غالي جدا عليا، بطولة غالية جدا في النادي لينا كلنا، كان يعني يمكن كنا بنتكلم قبل الماتش ان ده من اهم البطولات في تاريخنا، خمس بطولات في السنة مش قليلة، تعبنا كتير، ناس كتير انتقدتنا وفي ناس كتير شجعتنا وكانت واقفة جنبنا. البطولة ما كانتش سهلة، خسرنا ماتشين وقدرنا الحمد لله ان احنا نكسب التالت في اخر ماتش، فده طبعا يعني الموضوع مش سهل، بس الحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نفضل ماسكين في بعض وان احنا نكسب في اخر ماتش بطوله السوبر. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، فضل من عند ربنا طبعا. مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، بشكرهم وبقول لهم سامحونا لو قصرنا معاكم، بس جيل عظيم وجيل كبير يستحق التقدير زي ما قلت، ومدرب على اعلى مستوى وجهاز فني واداري وطبي وصراحه ومجلس اداره وجماهير، يعني الموضوع وراه حاجات كتير جدا صراحه كلها ناجحه وكلها يمكن دعم مستمر وتعب، ويمكن خمس بطولات من فرقه زي او اربع بطولات من فرقه زي الاتحاد، يعني حاجه مش سهله جدا، فرقه عنيده وفرقه محترمه جدا واحنا بنحترمها من زمان، يعني بقول لهم هارد لك واحنا مبروك علينا وجماهيرنا والحمد لله.